السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمتين قبل مباراة النصر والخليج النهاردة في دوري روشن السعودي. النصر بيضيع منه نقط في مباريات سهلة، بيضيع منه نقط في مباريات سهلة، واحنا شفنا قبل كده مباراة أبها، وأبها بقى فريق بسم الله ما شاء الله في الفترة الحالية. يعني مباراة أبها النصر كان متقدم 2-0 في الشوط الأولاني، والجون الأولاني يجي في الدقيقة 3 تقريبا، أوتافيو اللي سجله، ولكن فوجئنا إن بكام في الدقيقة 92 بعد الماتش ما خلص وخلاص، والناس قفلت التلفزيون وقالوا الماتش خلص، قال لك تعالوا لا الماتش مش هيخلص كده. فدي من الحاجات اللي بتاخدها النصر أو تتاخد على فريق النصر، إنه النقاط السهلة بيضيع فيها. هل النصر النهاردة قدام الخليج هيقدر يقول أنا موجود في المنافسة الحقيقية مع الهلال؟ لأن الهلال دلوقتي بقى الموضوع بسم الله ما شاء الله، لا الهلال قعد وركب قطر ومعدي كبير جدا، قطر ايه؟ ركب صاروخ وبقى المسافه بعيد جدا. النهارده الهلال 32 بونت، النصر النهارده 25 بونت، النصر النهارده لازم يكسب عشان يوصل 28 بونت عشان تحلو المنافسه، عشان تحلو المنافسه. لسه في عندك الاهلي في المنافسه وعندك التعاون في المنافسه، الفرق دي موجوده حاليا، بس ما تخسرش بقى. دي الكره اللي احنا بنستمتع بيها. طبعا جمهور الهلال عاوز يخلص الموضوع بدري، لكن كمتعه كره قدم، كمتعة كرة القدم، عشان نكون المعلومة دي ناخدها يا جماعة، ومتعة الدوري السعودي اللي بيصدر للعالم دلوقتي، لازم تكون روح المنافسة موجودة لآخر أسابيع. ما نخلصش الدوري دلوقتي أنا أزعل، أزعل يعني، معلش محدش يزعل مني. ليه؟ يا أزعل ليه؟ لأن الكورة والاستمتاع بيها، الدوري الروشن السعودي نجاحه إن كل الفرق وكل الدول اللي بتحب الكورة وكل جماهير الكورة بيتفرج على الدوري السعودي دلوقتي، وبيحطه دلوقتي إن هو من أهم الدوريات اللي موجودة في العالم. وأنا نفسي دوري الروشن السعودي ينجح وياخد أفضل دوري في العالم، لأنه يستحق النقطة دي. ما تقوليش النهاردة النصر هيلعب بإيه؟ النصر عارفين إنه عنده خط هجوم قوي جدا، خط الدفاع اللي فيه مشاكل، بس الماتش اللي فات في ماتش الكاس شفت إن الموضوع محلول شوية. يعني شفته محلول، يعني مثلا ماتش الاتفاق محلول شويه، لان بس ماتش الاتفاق عاوز كلام كتير قوي. النصر النهارده انت عندك استعداد ان انت تكمل في المنافسه ولا هتخسر نقط ملهاش لازمه؟ دي كلمتين. كريستيانو رونالدو الماتش اللي فات كان منفعل بشكل انا ما اعرفش. طبعا تاليسكا ما اعرفش هيلعب ولا مش هيلعب، ولا هيروح يشوف العيال، ولا كان عامل المشكله اللي عملها دي عشان وراه زياره في بلده وهيروح يشوف الدنيا ويطمن عليها، لان طبعا يستحق الايقاف تاليسكا، ومعرفش هيتوقف ولا مش هيتوقف، وهيغيب عن الفريق في الدوري ولا مباراة الكاس بس. معرفش دلوقتي انا القوانين ايه دي اللي هنتكلم عليها وهنعرفها وندرسها ونبقى نتكلم فيها. لكن انا عاوز اقول لك من مصلحة الدوري السعودي ان المنافسة بانها قائمة، ان النصر يكون موجود في المنافسة، ان الاتحاد نفسه يرجع للمنافسة، ان الاهلي يكون في المنافسة، والتعاون والاتفاق والفتح مع الهلال في الاخر الموسم بقى، الهلال ياخد البطوله، النصر ياخد البطوله، ايا كان الفريق اللي هياخد البطوله، ولكن في الحلاوه وفي المتعه اللي بتصدر للعالم لازم تظل المنافسه. ما فيش جمهور حد يزعل مني يا جماعه، دي كوره. نجاح الدوري السعودي اللي ماشي كويس، اللي فيه مستوى محترفين.